بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا اللقاء المتجدد ومحاضرة جديدة في كتاب الدكتور عبد الكريم بكار حول التربية والتعليم. اليوم ستكون المحاضرة عن التعليم الجامعي، بعنوان حول التعليم الجامعي. فذكر الدكتور بعد أن مهد بالحديث عن أهمية التعليم الجامعي، وأن التعليم الجامعي هو الذي ينهض بالأمم في العادة، ومن خلال التعليم الجامعي يكون هناك الابتكارات والاكتشافات وبراءات الاختراع. وتحت هذا العنوان تحدث عن يعني بعض النقاط. في البداية تكلم عن مهمات الجامعة، المهام التي تقوم بها الجامعة. التعليم الجامعي كما نعلم هو الواجهة، أو هو موسم الحصاد بالنسبة لمراحل التعليم التي تسبقه. موسم الحصاد بمعنى أنه موسم الإنتاج والابتكار والإبداع. طيب، ما أهم المهام التي يقوم بها التعليم الجامعي؟ أولها إرساء تقاليد علمية. ماذا نعني بإرساء تقاليد علمية؟ بمعنى الجامعة مطلوب منها اليوم أن تبني العقلية العلمية، هذا معنى التقاليد العلمية، بناء العقلية العلمية المنهجية التي تفهم الأمور بشكل صحيح، وتطبق المعلومة بشكل سليم، تحلل المعلومات والظواهر بشكل سليم، تستطيع أن تركب معلومات جديدة، تقوم المعلومات السابقة. هذه من صفات العقلية العلمية التي ينبغي أن ترسيها الجامعة. كذلك تقبل النقد، الانفتاح على كل جديد نافع، هذه العقلية اللي بتتسم بالمرونة وفي نفس الوقت بالثبات، هذه مهمة التعليم الجامعي. تعويد الإنسان على التفكير المنطقي، التفكير العلمي السليم، الذي يبدأ إذا كان عندنا مشكلة نريد أن نعالجها يبدأ بالإحساس بالمشكلة، ثم تحديد المشكلة، ثم وضع بعض الحلول الافتراضية اللي بنسميها الفروض، ثم بعد ذلك يتحقق الإنسان من هذه البدائل واحدا تلو الآخر حتى يثبت على الحل السليم لهذه المشكلة أو لهذه الظاهرة. النقطة الثانية أو المهمة الثانية من مهام الجامعة هي تمليك الطالب منهجا للتعامل مع المعرفة. لماذا قلنا تمليك الطالب منهجا للتعامل مع المعرفة ولم نقل تمليك الطالب المعرفة في حد ذاتها؟ السبب، أولا المعارف تتجدد باستمرار وهي كثيرة وفيها زخم كبير جدا، ولا تستطيع أي جامعة أن تتابع كل جديد في المعرفة، يعني لا تستطيع أن تقدم المعرفة وتتابعها، لكنها تستطيع أن تقدم للطالب الجامعي كيفية التعامل مع المعرفة، منهجية التعامل مع المعرفة، الطريقة التي يمكن أن ينظر بها الإنسان إلى المعرفة. بالتالي المهمة مرتبطة بتحصيل الطالب القدرة النقدية، المهارات النقدية للمعرفة، المهارات التحليلية للمعرفة، مهارات المقارنة بين المعارف المختلفة واختيار أقربها إلى الصواب وإلى المنطق وإلى الحقيقة العلمية. يمكن للجامعة أن تزود الطالب بهذه المهارات. بعد ذلك الطالب يبحث بنفسه عن المعلومات وهو مزود بهذه المهارات الجميلة، القدرة على التحليل، القدرة على الفهم، القدرة على التحليل والتركيب، القدرة على تقويم ما لديه من معرفة. هذه أهم من المعرفة في حد ذاتها، هذه كمن يعلم الإنسان في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، يعلمه حرفة الصيد ثم يتركه بعد ذلك يصطاد بنفسه، فهو يكتسب مهارة تكفيه طول حياته. لكن لو أنني أعطيته سمكا في يوم ويومين وشهر وشهرين، هذا الكلام لا يكفي حتى يمتلك المهارة. النقطة الثالثة أو المهمة الثالثة للجامعة
هي تكوين الرجل الحساس. وتوسع الدكتور عبد الكريم بكار في شرح هذه الفقرة تكوين الرجل الحساس، يعني هو يقصد بالحساسية الحساسية التي تجعل الإنسان قادرا على اتخاذ المواقف الصحيحة، وأن يختار المعلومات السليمة، وأن يتعامل مع المعارف بطريقة علمية صحيحة. هي معنى الحساسية، بمعنى أنه لا يذهب ويأخذ ما هب ودب، وإنما بتكون عنده فلاتر معينة يفلتر هذه المعرفة ويأخذ أحسنها وأصوبها وأنفعها. طيب، كيف يمكن أن يتكون هذا الحس لدى الناس الملتحقين بالتعليم الجامعي؟ ذكر الدكتور عبد الكريم بكار 4 نقاط تحقق هذا التكوين، تكوين الحساسية لدى طالب التعليم العالي. أولها قال ضروري أنه نرسخ فيه البعد التاريخي للأمة المسلمة، لأنه هذا أساس فهم جميع جوانب المعرفة. نحن نعرف أنه التاريخ وتطور العلوم وكيف كان أثر تطور هذه العلوم على المجتمعات، إيش التغييرات اللي أحدثتها مثلا اختراع الآلة البخارية، إيش التغييرات اللي أحدثتها اليوم الثورة التكنولوجية، إيش التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أحدثها اليوم الثورة الإلكترونية. هذا الكلام كله ينبغي أن يدرس ويرتبط لكي يستطيع الإنسان أن يكون الحساسية العلمية المطلوبة. كذلك ذكر في النقطة الثانية تحت هذا العنوان أنه تصرفات البشر، من المعروف أنه تصرفات البشر هي نتيجة لطبائعهم وثقافتهم وعقائدهم من جهة، ونتيجة كذلك لتأثير البيئة والاكتساب من حوله. فبالتالي الحساسية تقتضي أن نفرق بين الأمرين، أن البشر بينهم قدر مشترك من الثقافة والعلم والمعرفة، كذلك بينهم قدر مشترك من الطبائع العقلية والنفسية المشتركة اللي هي موجودة فينا بوصفنا جميعا بشرا. نحن بشر، إذن عندنا هناك ثوابت أخلاقية وثوابت عقلية وثوابت نفسية وثوابت اجتماعية، هذه قدر مشترك بين البشر جميعا. لكن في هناك قدر نسبي، يعني مختلف، يختلف من مجتمع إلى آخر. والحساسية التي تكلمنا عنها تقتضي التفريق بين الأمرين، بين الصفات المشتركة، وهذا قدر مشترك يمكن أن نستفيد منه وأن نتبادل الخبرات فيه، ويمكن ألا يكون لدينا حساسية منه. يعني كل المجتمعات اليوم تسعى في عمومها إلى تحقيق العدل، إلى تحقيق التقدم والنهضة، إلى الارتقاء بمستوى الإنسان، هذا قدر مشترك. لكن أيضا ينبغي ألا نخلط هذا القدر بالقدر الآخر، وهو القدر النسبي الذي يختلف فيه المجتمعات من مجتمع إلى آخر. نحن مشكلتنا اليوم أنه في بعض المثقفين يقول لك نريد أن نأخذ النظام التعليمي والنظام الثقافي والاجتماعي السائد في أوروبا لكي نتطور، وهو لا يفرق بين الأمور النسبية وبين الأمور المشتركة. يعني ربما لو قال نأخذ منهم علوم الفيزياء والكيمياء، الطب، الفلك، الأحياء، هذا لا ينكر، هذا أمر واجب، لأنه قدر مشترك، هذا شيء مشترك في كل المجتمعات. لكن الشيء المختلف الذي يتعارض أحيانا مع القيم والثقافة الإسلامية والثوابت ينبغي أن نتعامل معه بشيء من الحذر وشيء من التصفية والفلترة الجيدة لكي نأخذ ما يتوافق مع ثقافتنا وقيمنا. تكلم أيضا في النقطة الثالثة في تكوين الرجل الحساس عن ضرورة تعليم الطالب الجامعي مهارات التكيف والاتصال في ظل عالم متغير. هذا كلام صحيح. اليوم نحن نحتاج إلى قدر كبير من التكيف ومهارات الاتصال والتواصل، هذا كلام مهم جدا. اليوم مهارات الاتصال والتواصل وما يستثمر فيها من إعلام وتأثير فكري وثقافي مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يتقن هذه المهارات. كذلك
في الموضوع المتعلق بالتكيف. اليوم لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع مجتمعه بجمود، ويريد أن يلزم المجتمع بحمل أفكاره. الإنسان هذا بيكون إنسان عنده شيء من المحافظة والجمود، ربما تؤدي في النهاية إلى أن ينكفئ هو ويعتزل المجتمع، أو أن يتحرر مرة ثانية بالكلية من هذه الأفكار اللي قد يسميها فيما بعد تقليدية، لأنه لم يتكيف. لأن التكيف مع الواقع ليس معناه تقبل الواقع، لا، التكيف بمعنى أنا أعيش الآن في مجتمع له سمات معينة فكرية ثقافية أخلاقية، في له مستوى من الالتزام الإسلامي مثلا، لا أستطيع بجرة قلم أو بمجموعة أفكار أنا أحملها إنه أنا أحمل المجتمع على هذه الأفكار وأجبرهم عليها. المسألة تحتاج إلى خطة طويلة، تحتاج إلى تأثير متدرج. فبالتالي الإنسان من جهة يتكيف مع هذا الواقع يعيش فيه، لكن في نفس الوقت يحاول أن يغير من شروطه، يحاول أن يغير من أفكاره ومسلماته شيئا فشيئا، إلى أن نصل إلى المستوى المطلوب من الالتزام بالمنهجية الإسلامية. لكن الأمور لا تسير هكذا بسرعة البرق، أو بقولة كن فيكون، أو بعصا سحرية، لا، المسألة بتحتاج إلى خطة بالفعل متدرجة وواضحة، متدرجة وواضحة. كذلك تكلم في النقطة الرابعة تحت عنوان تكوين الرجل الحساس عن ضرورة الموازنة بين التحديات والأهداف الطموحة. يعني نحن اليوم كأمة مسلمة تواجهنا تحديات شتى، تحديات كثيرة، تحديات عسكرية، تحديات ثقافية، سياسية، اجتماعية، أخلاقية، تحديات كثيرة، وعندنا أهداف طموحة. نحن نريد أن العالم يسعد في ظل حكم إسلامي، في ظل خلافة إسلامية تكون قوية وعزيزة ومهابة الجانب، وتكون نموذجا للحضارة والثقافة والعلم. والله هذا أمنية الإنسان بلا شك، لكن أمامنا يحول بيننا وبين هذه الطموحات تحديات كبيرة، فلا بد من إدراك هذه التحديات ووضع خطة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. هذا بيحتاج إلى وعي كبير جدا، بيحتاج إلى خطط رصينة، وبيحتاج كذلك إلى ترسيخ مبدأ الحرية، أنه نعطي الناس حرية في إبداء آرائهم، وبالذات حتى لو داخل السقف الإسلامي نفسه لازم نعطي الناس حرية لإبداء آرائهم. فجو الحرية دائما يولد الآراء والابتكارات، أما جو القمع ومصادرة الآراء فهذا لا يولد إلا أحيانا الطاعة العمياء والتقليد الذي ينأى بالناس عن التجديد والابتكار. النقطة الرابعة تحت عنوان التعليم العالي، ذكر الدكتور عبد الكريم بكار أنه من مهام التعليم العالي إنتاج المعرفة المتقدمة، إنتاج المعرفة المتقدمة. المطلوب في المرحلة الجامعية من عضو هيئة التدريس ومن الطالب الجامعي أن ينتج معرفة، لا أن يكرر المعارف أو يسردها أو يصفها، لا، مطلوب منه أنه ينتج معارف جديدة عن طريق تنمية البحث العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن قبل الطلاب في الدراسات العليا كذلك. بينما نجد للأسف اليوم أنه معظم إنتاج الطلبة والمعلمين والمدرسين في الجامعات يغلب عليها الطابع القديم والنظري، يعني قضايا قديمة يعاد ترتيبها، أو أنه يغلب عليها الإطار النظري، الكلام النظري. المهمة الخامسة من مهام الجامعة أو التعليم الجامعي خدمة المجتمع. طبيعي من مهام الجامعة الناحية الأكاديمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، هذه مهام رئيسية. فخدمة المجتمع مطلوبة من الجامعات، أنه توفر للأفراد في المجتمعات المسلمة قدرا كافيا من التفكير والعيش الكريم. مستوى الأفراد في المجتمعات الإسلامية لا شك لو قارناه بمستوى الأفراد في الدول المتقدمة سنجد أنه أدنى من مستوى نظرائهم في الدول المتقدمة بكثير، سواء في الدخل الشهري أو في جودة الحياة اللي بيعيشها الإنسان،
أو في الجانب الثقافي والعلمي. بالتالي نحن نحتاج إلى الارتقاء بأفراد المجتمع من خلال نقاط ذكرها الدكتور عبد الكريم بكار، أولها تبسيط المعرفة لجماهير الناس من أجل النهوض بمستواهم. نحن نحتاج أن نكون في كل جامعة اليوم في حاجة بيسموها عمادة خدمة المجتمع، هذه مسؤوليتك أن تتواصل مع المجتمع وأن تقدم له بعض الخدمات، من بينها المفروض يكون في تبسيط للعلوم والمعارف والمهارات بحيث نرتقي بأفراد المجتمع. لا يكفي أن نرتقي بالناس اللي داخلين في سلك التعليم، لا، نحن نحتاج إلى أيضا رفع مستوى المجتمع بأسره، كل أفراد المجتمع، كذلك عن طريق ترجمة المعارف والعلوم والأفكار لتحسين مستوى الحياة الدنيا عند الناس. مطلوب منا احنا كمسلمين ان نطور وان نحسن حياتنا، وهذا لا يتنافى ابدا مع التعلق بالآخرة. نحن نتعلق بالآخرة لكن في نفس الوقت نريد النجاح والسعادة في الدنيا ورفع درجة الرفاهية عند الناس. وعلماؤنا في أصول الفقه لما قسموا مقاصد الشرع قالوا إنه فيها ضروريات وفيها تحسينيات، ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالضروريات هي الأشياء الضرورية المتعلقة بالطعام والشراب والدين والبدن وحفظ النفس والمال إلى آخره. في عندنا حاجيات هي ليست ضروريات لكنها كماليات، وفي هناك تحسينيات ليست ضروريات وليست تكميليات وإنما هي ترفع درجة الرفاهية والسعادة عند الإنسان، وكلها تعتبر من مقاصد الشرع وهي من حسنات الدنيا التي ينبغي على المسلم ألا يفرط فيها. كذلك عن طريق تقديم الاستشارات العلمية للهيئات والمنظمات الحكومية والأهلية من خلال يعني إدراك الجامعات لحاجات مثل هذه المؤسسات. هذا الكلام يمكن يكون في بلاد أوروبا موجود، الصلة قوية بين الجامعات وبين المؤسسات والمصانع، حتى إن الجامعات تتواصل مع المصانع والشركات وتطلب منها، تقول لهم ما الذي يلزمكم في المصانع في المؤسسات في الشركات من بحوث لكي نحيلها إلى طلبتنا ليبحثوها. في تواصل، في تواصل قوي جدا، وينبغي أن نفعل مثل هذا. كذلك مطلوب عقد الدورات التدريبية للموظفين والمعلمين وإقامة الندوات والمحاضرات للارتقاء بمستوى الموظفين في المجتمع، موظفي القطاع العام والخاص، موظفين الحكوميين وموظفي الخدمات. مطلوب أن الجامعة تسهم في الارتقاء بمستواهم، وكذلك إقامة الندوات والمحاضرات والارتقاء بمستوى المعلمين، معلمي التعليم العام، مطلوب أن نرتقي بمستواهم. بعد ذلك تكلم الدكتور عبد الكريم بكار عن نقطة محورية أخرى وهي بعنوان التعليم الجامعي بين الواقع والمأمول. نحن اليوم في عندنا واقع بنعيشه في التعليم العالي وعندنا أمل وطموح، فأين يقف التعليم الجامعي اليوم بين الواقع والمأمول؟ تحدث كمقدمة الدكتور عبد الكريم بكار عن أهمية الجامعات كما وكيفا وأنها مؤشر على تقدم الأمة أو تأخرها، وهذا صحيح. يعني إذا أردنا أن نحكم على درجة تطور مجتمع ما نذهب إلى التعليم العالي عنده، كيف مستوى عضو هيئة التدريس، مستوى الطالب الخريج، المناهج التي تقرر فيها. التعليم العالي يعبر عن مدى نهضة وتطور المجتمعات بشكل عام. ثم أورد سؤالا مهما، هل جامعاتنا في أزمة؟ هل جامعاتنا في العالم الإسلامي عفوا تعاني من أزمة؟ ذكر الدكتور عبد الكريم بكار أنه فعلا جامعاتنا تعاني من أزمات متعددة، فهي مثلا بتعاني من أزمة هوية، وأزمة الهوية يقصد بها الملمح الأساسي للجامعة، هل هي الفكر الإسلامي والمذهبية الإسلامية تمثل محورا أساسيا فيها أم لا؟ قال يعني قليل من الجامعات في العالم الإسلامي، نادر أن تجد جامعة تتبنى المنهجية الإسلامية، لكن أكثر الجامعات هي إما علمانية وإما قومية،
إما بتدعم الجانب القومي أو بتدعم الجانب العلماني، لكن أنه يكون هناك جامعات تتبنى المنهجية الإسلامية، قال هذا نادر جدا في المجتمع، والكلام صحيح فعلا، نادرا ما تجد جامعات تتبنى المنهجية الإسلامية في إعداد الطالب وفي مناهجها مقرراتها وفي وسائلها وأساليبها ومشاريعها إلى غير ذلك. ويعزو هو السبب، يقول الدكتور عبد الكريم بكار، ربما يكون السبب أنه في انقطاع، فترة انقطاع وجمود بين المنهجية الإسلامية السليمة التي كانت سائدة إبان الخلافات الإسلامية القديمة اللي كانت قوية، وبين واقعنا اليوم. مرينا بفترة 200 سنة تقريبا تفصلنا، وهذه الفجوة أدت إلى ابتعاد الناس وتأثرهم بالفكر الغربي. النقطة الثانية، قال زيادة طلبة التعليم العالي اليوم مع عجز الإمكانات، هذا كلام صحيح. اليوم التعليم العالي فيه آلاف ينتسبون إليه للجامعات والمعاهد العليا، لكن هل الإمكانات الموجودة في الجامعات تسمح باستيعاب هؤلاء الطلبة الجدد؟ لا تسمح، من ناحية الأبنية، من ناحية المرافق والمعامل والمكتبات، من ناحية عدد أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم، فهذه أزمة كذلك، هذه مشكلة كذلك. من بين الأزمات تدهور مستوى الجامعات بسبب ارتفاع تكلفة التعليم الجيد. يعني اليوم تكلفة التعليم الجيد عالية في بلاد العالم العربي والإسلامي، لا تستطيع أن توفر الإمكانات والمبالغ الباهظة لكي نوفر تعليما جيدا، ما هذه برضو أزمة في حد ذاتها، مشكلة. فبيصير في تدهور في مستوى الجامعات، وبيبقى التعليم مستواه أقل من المستوى المطلوب أو الجيد. تكلم كذلك تحت هذا العنوان عن أزمة التعليم العالي، ذكر الدكتور عبد الكريم تردي البحث العلمي، قال يعني اليوم البحث العلمي مع أهميته الكبرى نعاني في جامعاتنا من تردي شديد في موضوع البحث العلمي، وذكر على ذلك أمثلة جميلة جدا واضحة. المثال الأول، قال لو نظرنا إلى الأموال المخصصة للبحث العلمي سنجد أنه نسبة ضئيلة جدا، وبعض الجامعات أساسا لا تخصص مبالغ للبحث العلمي، وإنما هي مبادرات فردية من أعضاء هيئة التدريس ومن بعض الطلبة، هم الذين يمولون أنفسهم وهم الذين يبحثون، والجامعات لا تنفق على البحث العلمي إلا مبلغا يسيرا لا يكاد يذكر، وهذه مشكلة. كذلك ذكر مثال على ذلك، مثال مهم جدا، قال الحكومة العبرية اليهودية، قال مثلا تخصص 3% من الناتج القومي للإنفاق على البحث العلمي، ونحن لو تكلمنا عن 3% من الناتج القومي، هذه نسبة عالية جدا، تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم، هذه مخصصة فقط مش من أجل التعليم العالي، بل من أجل البحث العلمي فقط، البحث العلمي. وذكر بناء على ذلك، قال مثلا معهد وايزمان اللي تحول بعد ذلك إلى جامعة عريقة، ما هو من أقدم المعاهد في داخل الدولة اليهودية، قال معهد وايزمان بيركز أكثر شيء على نوعية البحوث، بيختار البحوث النوعية، وهو معهد بيدرس المواد البيولوجية والكيميائية والفيزياء النووية وغيرها من العلوم التطبيقية. قال هذا ينتج سنويا من 400 إلى 500 بحث نوعي تطبيقي جيد في كل سنة، من 400 إلى 500 بحث نوعي، وهذه البحوث العلمية كم تطور من مستوى الأداء شيء كثير. قال وفيه هذا المعهد، معهد وايزمان، أكثر من 500 عالم، مش عضو هيئة التدريس وإنما عالم في الفيزياء النووية أو البيولوجيا أو الكيمياء أو كذا، ويستوعب أكثر من 750 طالبا يدرسون ماجستير ودكتوراه، هؤلاء طلبة دراسات عليا وينتقون انتقاء. وانظر الفرق الهائل بين هذا الكلام وبين ما يحدث عندنا في بلاد العالم العربي والإسلامي. اتكلم كذلك في النقطة الخامسة عن موضوع التعليم الجامعي بين الواقع والمأمول، عن ضعف التوافق بين التأهيل الجامعي وحاجات السوق والتنمية.
يعني قال نحن في جامعاتنا هل ندرس حاجات السوق، تخصصات اللي بتلزم للسوق ايش هي بالضبط؟ اذا كان في تخصصات مش موجوده عندنا نفتتحها في الجامعات لانها تلبي حاجات السوق. هذا الكلام قال ضعيف، يعني الربط بين التعليم الجامعي وبين حاجات التنميه هذا شيء ضعيف جدا عندنا في بلاد العالم العربي والاسلامي، ولذلك الان نحن نعاني من بطاله خريجي الجامعات. يعني اليوم بطاله خريجي الجامعات هي من أكثر أنواع البطالة اللي موجودة في العالم العربي والإسلامي. يتخرج الطالب من الجامعة ولا يجد له عملا، وهذه مشكلة. لماذا؟ لأنه ليس هناك دراسة يعني تبين لنا حاجات التنمية اللي موجودة عندنا وحاجات السوق لكي نخرج طلابا يملؤون هذه الثغرات. طبعا في حاجات ثانية كمان، ليس هذا هو السبب الوحيد، وإنما في أسباب أخرى كثيرة، وهي الانتكاسات الاقتصادية الموجودة داخل العالم العربي والإسلامي وضعف الإنتاج. نحن أمة بنعتمد على الاستهلاك، كل شيء بنستورده جاهز من بلاد الغرب، لكن لو أننا افتتحنا مصانع تصنع السيارات وتصنع الطائرات وتصنع الأسلحة وتصنع كل شيء، فتحنا مشاريع لما وجد عندنا بطالة أصلاً، كان كل الخريجين يجدون لأنفسهم مكانا للعمل. لكن أيضا نحن بلاد اقتصادنا قائم على الاستهلاك وليس على الإنتاج، وهذه مشكلة أيضا كبيرة. تحدث بعد ذلك الدكتور عبد الكريم بكر عن الأستاذ الجامعي. برضو الأستاذ الجامعي وهو محور أساسي في محور النهضة، النهوض بالعالم العربي والإسلامي والنهوض بالمستوى الحضاري والثقافي والمدني، لأنه مهمة الأستاذ الجامعي كما ذكر الدكتور عبد الكريم بكار ليست كمهمة معلم الثانوية العامة أو معلم التعليم الأساسي. يعني معلم التعليم الأساسي يكفيه أن يدرسهم العلوم الموجودة في الكتب، لكن المدرس الجامعي يهمه أن يدرسهم العلوم الثابتة المكتوبة في الكتب، لكن أيضا يعلمهم المستجدات. أكيد استجد عليها هذه الأمور، بحوث جديدة وتطويرات جديدة، فينبغي على مدرس الجامعة أن يسعى نحو تصويب المعرفة وإنتاج المعرفة، ليس فقط اجترار المعرفة وتقديمها إلى الطلبة. ومن هنا بتكون مهمة المدرس، مدرس التعليم العالي الأستاذ الجامعي، مهمة كبيرة جدا. كذلك ذكر من المآسي الموجودة عندنا في بلاد العالم العربي والإسلامي أن إنتاج أساتذة الجامعات عندنا في العالم العربي والإسلامي لا يتجاوز 10% من الطاقة البحثية المطلوبة منهم وفقا لمقاييس عالمية موجودة. يعني وفق للقوانين العالمية اللي بتضع معيار للإنتاج البحث العلمي، بيقولوا إنه حسب أعداد أعضاء هيئة التدريس الموجودة في جامعاتنا العربية والإسلامية، المفروض هذه الجامعات تقدم سنويا على الأقل 8000 بحث من النوعية الجيدة. لكن ما الواقع؟ الواقع بيقول إنهم بيقدموا في السنة ما يقارب 800 بحث. ماذا يعني هذا؟ يعني إنه نحن بنقدم فقط 10% من الإنتاج البحثي الذي يفترض بناء على مقاييس عالمية، وهذه مشكلة كبيرة كذلك، أزمة. أيضا ذكر الدكتور عبد الكريم أنه لا ينبغي الاكتفاء بالنمو الطبيعي لمعلمي الجامعة، بل لا بد من تنمية مقصودة لهم. هذا كلام مهم. يعني في عندنا نمو طبيعي بينتج عن الخبرة وسنوات الخدمة اللي بيقضيها المعلم الجامعي في عمله، هذا لا يكفي النمو الطبيعي، وإنما ينبغي أن ندخل بعض الدورات والتدريبات والمهارات التي ينبغي أن يتصف بها معلم الجامعة لكي نحرق المراحل. لماذا نكل الأمر إلى سنوات الخدمة؟ المدرس بيدرس 20 سنة في الجامعة وفي الأخير بيطلع فقط بسنوات الخبرة وما استفاده منها بشكل تراكمي. لكن لو أنه في كل سنة كان بيدخل دورة تأهيلية وتدريب معين، لوجدنا أنه كان حصل هذه الخبرة في خلال 3 سنوات فقط، مش 20 سنة. هذه أيضا مشكلة أيها الكرام. بعد ذلك
تكلم الدكتور عبد الكريم عن وسائل التحسين. إيش أهم وسائل تحسين التعليم الجامعي؟ فذكر نقطة مهمة جدا أو نقاط مهمة في هذا الباب. قال الأصل أن نركز على تحسين وجودة الأستاذ الجامعي نفسه. طب كيف يتم هذا؟ قال مش مشكلة، الجيل الذي الآن تم نستطيع أن نعمل في الجيل القادم، نقوم بعملية تركيز على عضو هيئة التدريس في المستقبل، في المستقبل. فبالتالي ماذا نفعل؟ نقوم بانتقاء المعيدين. عندنا نحن طلاب نجباء موجودين في الجامعات، بيتخرج من كلية الطب، من كلية الهندسة، من كلية تكنولوجيا المعلومات، من كلية العلوم، الصيدلة، وبيكونوا طلاب متميزين جدا. فنأخذ منهم المتميزين بعد إجراء مقابلات، ننتقيهم نوعية ممتازة جدا، ونعتبر أن المشروع يبدأ من هنا. هؤلاء المعيدين نتعهدهم في الجامعات وننمي مهاراتهم ونبتعثهم إلى أرقى الجامعات العالمية لكي يأتونا بشهادات ماجستير ودكتوراه، ونغير شكل أعضاء هيئة التدريس شيئا فشيئا إذا أردنا أن يكون مستقبلنا واعدا وأن يكون مستقبلنا جيدا. ونركز على المهارات اللي اليوم تلزمنا، مهارات الحاسوب، مهارات اللغات المختلفة، مهارات الإحصاء، جميع المهارات أن تكون متوافرة في هؤلاء المعيدين الذين ننتقيهم. ذكر مثال على ذلك جامعة طوكيو في اليابان. قال جامعة طوكيو في اليابان هي أفضل جامعة في اليابان، وبالتالي في هناك 40% ممن لهم مراكز قيادية في المجتمع، يرأسون شركات وبنوك ولهم استثمارات كبيرة، 40% منهم من خريجي جامعة طوكيو. ليه؟ لأنه شروطها صعبة وراقية جدا، لدرجة أن الطلبة وهم في الصف السابع، في الصف السابع يحاولون أن يأتوا باختبارات الجامعة اللي موجودة في طوكيو ويعودون أنفسهم عليها. من صف سابع يقرؤون إيش اختبارات القبول في جامعة طوكيو، وبيحاولوا أنه يتعرفوا عليها ويتأقلموا معها حتى يدخلوا هذه الجامعة العريقة. بعد ذلك اتكلم الدكتور عبد الكريم بكار عن نقاط أخرى. تحدثنا قبل قليل تحت عنوان وسائل التحسين، مش هيك؟ أنه التركيز على انتقاء معيدين من النوعية الممتازة وتعهدهم حتى يكونوا أعضاء هيئة التدريس رائعين. طيب، طب وأعضاء الهيئة التدريس الموجودين الآن ماذا نفعل بهم؟ قال تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس الموجودين اليوم من خلال مراكز تدريبية وتأهيلية في كل جامعة. في كل جامعة لازم يكون مركز تدريب وتطوير لأعضاء هيئة التدريس باستمرار، حتى إنه لا تمر سنة إلا وكل عضو هيئة التدريس أخذ دورة أو دورتين في التطوير. يعني مثلا نحن نقول إنه الجامعة الإسلامية عندنا في غزة مثلا هي من جامعات العالم الثالث بلا شك، لكن مع ذلك الحقيقة في الفترة الأخيرة في آخر 10 سنوات أو 15 سنة نجد أن الجامعة اهتمت بهذا الجانب. بالفعل لا تمر سنة إلا وفي دورتين أو 3 متاحة لأعضاء هيئة التدريس. ممكن يكون في دورات عن تطوير التعليم الأكاديمي، في دورات حول اللغة الإنجليزية الأكاديمية أنه يحاولوا يرتقوا بمستوى اللغوي، في استخدامات الموديل والويب سي تي مثلا في التعامل مع الطالب والتواصل معه كذا وكذا إلى آخره. في هناك دورات حول تجارب عالمية، يعني ذهبت وفود من جامعتنا الإسلامية أكثر من مرة إلى فنلندا وإلى النرويج وإلى أكثر من دولة. فالذين جاءوا في هذا الوفد حاولوا أن ينقلوا إلى أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة تجارب هؤلاء الناس الذين وصلوا إلى درجة عالية في الناحية التعليمية. هذا شيء مطلوب، تدريب أعضاء الهيئة التدريسية. كذلك مطلوب تطبيق معايير الجودة وتوحيد سياسات الأقسام في الجامعات المختلفة. يعني بمعنى لا يكتفى أن يكون كل جامعة فيها كلية علوم، كلية العلوم فيها قسم فيزياء، أحياء، جيولوجيا، كيمياء حيوية، بصريات طبية إلى آخره. لا، هذا لا يكفي، حتى يكون هناك تواصل بين الأقسام في الجامعات المختلفة. يعني قسم الأحياء
في جميع الجامعات الموجودة على الأقل على مستوى الإقليم يكون بينهم تواصل وتبادل للخبرات وتبادل للزيارات كمان، لكي يستفيد أعضاء هيئة التدريس بعضهم من بعض. الإنسان اللي عنده خبرة أو درس في بلاد أوروبا أو تخرج من هناك ينقل خبرته إلى الناس هنا، كل إنسان عنده مجال من الخبرة يمنحه ويورثه لزملائه اللي ممكن يكونوا أقل منه خبرة أو أقل منه سنا، أصغر منه سنا. أيضا تكلم عن نقطة رابعة في تحسين التعليم الجامعي، قال تطوير فكرة تقويم الأستاذ الجامعي. نحن اليوم عندنا في الجامعات في تقويم للأستاذ الجامعي، لكن المفروض هذه الفكرة تتطور أكثر ونعتمد فيها على أكثر من جانب. أولها التقويم الذاتي بالنسبة للمعلم، المعلم يقوم نفسه ذاتيا. كيف؟ المفروض في نهاية كل سنة أو فصل يأتي نموذج، نموذج يوزع على جميع الأساتذة، فيه قالب عن الأستاذ الجامعي النموذجي من ناحية الصفات الشخصية، من ناحية التمكن من المساق، من ناحية استخدام أساليب ووسائل وطرائق تدريسية، من ناحية تفاعله مع زملائه، من ناحية تطويره لنفسه والدورات اللي بدرسها وبيتابعها. وهذا النموذج هو كل معلم، كل مدرس، كل عضو هيئة التدريس يقوم نفسه بناء على هذا النموذج. أنا حققت كم في استخدام وسائل تدريس جديدة، في أخذ دورات جديدة للارتقاء، في التواصل مع خبرات عالمية وكذا، في البحوث كم بحث أنجزت. فهو بيقوم نفسه تقويم ذاتي. في تقويم الطلبة، الطلبة ممكن أن يقوموا المعلم، وأفضل شيء أفضل من يقوم المعلم الطلبة، لأنهم هم الذين يتلقون الخدمة التعليمية هذه، يستطيعون أن يحكموا على المدرس من حيث تمكنه من المادة، من حيث استخدامه للأساليب التدريسية المختلفة إلى غير ذلك. وممكن يكون القسم كذلك الذي ينتمي إليه هذا العضو بقومه كمان، يعطيه تقويما، لماذا لا؟ التقويمات هذه بتعطي حافزا لعضو هيئة التدريس أن يتقدم وأن يطور نفسه. في الختام تكلم الدكتور عبد الكريم بكار عن المناهج والمقررات الدراسية، المناهج والمقررات، وذكر عن أهمية الكتاب المدرسي. أهمية الكتاب، ما هي العملية التعليمية كلها إيش هي؟ هي عبارة عن معلم ومتعلم ومنهاج، كتاب دراسي، المقرر الدراسي، فهذا شيء مهم جدا. الكتاب، جودة الكتاب، جودة المقرر الدراسي مسألة مهمة جدا. طيب كيف ينبغي أن تكون سمات الكتاب الجيد المقرر؟ ذكر الدكتور عبد الكريم بكار أربع سمات أساسية للكتاب المقرر علشان يكون كتابا جيدا. أولها تدعيم الثقافة الأساسية، يعني الكتاب المقرر الدراسي ينبغي أن يدعم الثقافة الأساسية، والثقافة الأساسية هي البنية التحتية التي ينبغي أن تسبق حتى العلوم نفسها، وهي متعلقة عندنا كمسلمين ترسيخ الإيمان، القيم الأخلاقية، الفضيلة، القيم أو الأحكام العقلية اللي بتتسم بالموضوعية والإنصاف، اعتماد التجريب والمشاهدة والحس، استخدام البراهين العقلية في الإثباتات، الدليل، إشاعة كذلك الفلسفة، روح الفلسفة الإسلامية، إشاعتها أن تكون يعني موجودة تتخلل كل تخصصاتنا وكل أنواع دراستنا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتسم به الكتاب الجامعي الطلاقة. وما معنى الطلاقة؟ الطلاقة بمعنى عدم الاكتفاء بدراسة المعلومة، وإنما البناء عليها وتجديدها وتعزيزها والإضافة إليها كمان، لا نقف عند حد المعلومة وإنما نضيف إليها أمورا أخرى بطلاقة فكرية عجيبة. الطلاقة، طلاقة الكتاب أو المنهج، بيتمثل حسب رأي الدكتور عبد الكريم في بعدين. البعد الأول اشتمال المنهج للعلوم الأساسية الثابتة، يعني المنهج لازم يعطينا آخر ما توصل إليه العلم من حقائق فيزيائية، كيميائية، بيولوجية، نفسية، إدارية، لكن هذا لا يكفي، وإنما نضيف إليه الجوانب التي تحتاج إلى اجتهاد واستكمال، وهذه أهم.
انه نفتح افاق امام اساتذتنا امام طلابنا انه في امور لسه هذه مش مكتمله في البحث، ينبغي علينا نحن ان نكملها. لماذا ننتظر من غيرنا ان يكملها ثم نترجم وهذا الكلام بياخذ منا سنوات؟ لماذا لا ينبري عدد من الطلبه وعدد من المعلمين والمدرسين انه هم يكملوا هذا النقص ويستكملوا هذا الجانب؟ البعد الثاني هو يعني البعد الثاني مراعاة البعد الزمني عندما ندرس أي مادة. يعني ندرس مثلا مادة الفلك، علم الفلك، ندرس لهم تاريخ العلم ومن أين بدأ وكيف المسلمين ساهموا فيه وكيف انتقل إلى بلاد الغرب، مراحل تطوره، المشكلات اللي واجهها في فترة معينة. كانوا عند الغرب بيعتبروا علم الفلك علم تنجيم، وكانت الكنيسة تقتل كل من يتكلم في علم الفلك. في الوقت الذي وصل فيه علم الفلك إلى مستوى رفيع جدا في بلاد العالم العربي والإسلامي من خلال جامعات قرطبة، الأندلس، جامعة بغداد وغيرها من الجامعات المشهورة. أيضا مما يدعم الكتاب الجامعي ويجعله متصفا بصفات جيدة اتصافه بالمرونة. إيش المرونة؟ يعني المرونة هي أنه يتضمن الكتاب أو المقرر متطلبات التطور الحضاري. الكتاب ما يكونش جامد، ما يكونش بيتكلم عن حقبة سابقة، ما يكونش بيتكلم عن معلومات قبل 10 سنين أو 11 أو كذا، خاصة عندما نتكلم عن العلوم الإدارية التي تتجدد باستمرار، العلوم الفيزياء، الكيمياء، الطب، نحتاج إلى حيوية ومتابعة من خلال أنه المناهج لازم تتابع التطور وتحسين مستوى الحياة عن طريق الارتباط زي ما قلنا قبل شوية مع الشركات والمصانع وحتى الأسرة والمؤسسات الأخرى. يكون الجامعة لها ارتباط بهذه كلها لكي ندرك أين التجديد الذي نحتاجه وأين الشيء الذي ينبغي أن نرتقي به. الكلام هذا مهم جدا لكي نحسن مناهجنا بالطريقة الجيدة ومقرراتنا وكتبنا بالطريقة الفاعلة. النقطة الرابعة والأخيرة التي سأتكلم عنها في هذه المحاضرة وهي متعلقة زي ما قلنا يعني المقرر الدراسي أو الكتاب الدراسي وكيف نحسنه، تكلم عن الانفتاح المعرفي. الانفتاح المعرفي اليوم، الانفتاح المعرفي شيء عجيب جدا جدا اليوم أيها الكرام. المعلومات والمعارف تتضاعف وبتتكرر في خلال سنوات معدودة، ليس كالسابق. يعني مثلا في 50 سنة قبل تقريبا، خلينا نقول 35 سنة تقريبا، كانت التخصصات في العلوم الطبيعية الناس عندما يحصرونها يعدونها في 30 تخصص فقط. كانت العلوم الطبيعية كلها قبل 30 سنة 30 تخصص. طيب اليوم العلوم الطبيعية وحدها، نتكلمش عن العلوم السياسية والاجتماعية والنفسية، فقط العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها، اليوم يقولون إنها تتكون من 1000 تخصص. 1000 تخصص فيها العلوم الطبيعية اليوم. شوفوا قديش العلوم والمعارف تتضاعف وتتكاثر بهذه الطريقة. الأمر بيحتاج منا إلى أنه مناهجنا وكتبنا الدراسية تتابع هذا التطور، وهذه مهمة ليست سهلة، ليست سهلة. أيضا الانفتاح المعرفي اليوم بيتطلب منا أنه تعقيدات الحياة اليوم، الحياة لم تعد مبسطة اليوم. الحياة حياتنا داخل فيها الشيء النفسي مع التاريخي مع التربوي مع السياسي مع الأمني مع العلمي، جوانب معقدة وكثيرة. فهذه تملي علينا أنه أيضا الإنسان يتقن أكثر من مجال من مجالات العلوم المتنوعة. لم يعد الطبيب اليوم يقول أنا والله بهمني علوم الطب وأعالج الناس، لا، الطبيب يلزم أنه يدرس مثلا عن بعض القضايا الطبية والأحكام الشرعية المرتبطة بها اليوم لكي لا يقع في الحرام. لازم يدرس مساق متعلق بالقضايا الطبية المعاصرة، ما يتعلق بالتلقيح الصناعي والتلقيح داخل الرحم والتلقيح خارج الرحم وقضايا، يدرك إيش أحكامها الشرعية هذه، خاصة نحن نتكلم عن طبيب مسلم. كذلك بيلزم
أن يدرس مساق في علم النفس الاجتماعي مثلا، كيف يفهم الناس ويتعامل معهم ويخاطبهم. يعني بعض الأطباء أحيانا لا يدرك من مهنته إلا الأمور الآلية، كأنه جهاز بالضبط، أول ما بتدخل بيهتم بالروشتة، بيسمع منك تشخيص، بيكتب لك علاج ومع السلامة، ما فيش أي وسائل للتواصل. بينما اليوم الأطباء في العالم المتقدم بيعتبروا أنه بالعكس التعامل مع المريض هو جزء من العلاج، وهذا كلام صحيح. عندما يتعامل الطبيب تعاملا جيدا مع المريض ويستمع إليه جيدا ويعطيه بعض النصائح، يتفاعل معه بنوع من الابتسامة والتفهم، هذا الكلام جزء من العلاج أساسا. وأنا أقول أنه كثير من المرضى ربما لا يحتاج إلى علاج، وإنما يحتاج إلى جلسة إسناد هيك وتوجيه ورفع معنويات وتطمين أنه هو ما عندوش حاجة، حيروح ويقول أنا ما عنديش حاجة ويبدأ يتحسن. في كثير من المرضى هكذا. فالطبيب يحتاج إلى علوم إنسانية، يحتاج إلى علوم شرعية، وكذلك المهندس إلى آخره. فنحن اليوم تعقيدات الحياة أملت علينا أنه نعد أنفسنا في أكثر من مجال، وهذا يتطلب تطوير واضح في الكتاب الجامعي. بارك الله فيكم. يعني هذا كل ما أردنا أن نوصله خلال هذا اللقاء، خلال هذه المحاضرة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.